أخبار اليوم. إن شاء الله في فيلم حضره مع الأستاذ أحمد السبكي منتج، وأول تجربة إخراجية لأمير شوقي، فيلم في إطار اجتماعي إنساني بإذن الله. وفي رمضان القادم في مسلسل طبال إن شاء الله، أول لقاء بيني وبين أمير كرارة، إخراج عصام نصار، تأليف هشام هلال. وفي مسلسل سبع أرواح، تأليف محمد سيد بشير، إخراج طارق رفعت، بطولة جماعية إياد نصار، خالد النبوي، وليد فواز، رانيا يوسف، بدون ترتيب الأسامي يعني. سبع وصايا، سبع أرواح، إيه الحكاية؟ والله صدف يعني، بتيجي كده يعني. طب دورك إيه في السبع أرواح؟ مفاجأة إن شاء الله يعني، مريض بالإيدز. ألف بعد الشر عليك، بس واخده من ناحية إيه، دراما يعني. هو مسلسل في إطار أكشن شوية، فاتفرج يعني، مش قادر أتكلم عنه. بص أنا ما بعرفش أتكلم عن تفاصيل قوي في أدوار يعني، بس إن شاء الله أوعدكم بحاجة كويسة إن شاء الله. مفيش حاجة مع محمد أمين راضي السادي ولا؟ والله يعني السنة دي أنا مش في مسلسل أفراح القبة، لكن وارد ان احنا ممكن نشتغل مع بعض تاني يعني، مش لازم احنا نكون كل سنه نكون مع بعض يعني، ولكن ممكن نلتقي تاني، مفيش مشاكل يعني. نتمنى لك التوفيق، وبنشكرك جدا. نورتنا، اهلا وسهلا بيك.